متعودين ناكل الزهره مقليه، اكثر الناس بياكلوها مقليه. البروكلي يعني نادرا حتى الناس تاكلها، فاليوم ربما مشربش رح تعطينا طرق حلوه جديده كيف نعمل نستفيد من البروكلي والزهره لما يتمتعوا به من فوائد جمه. بالضبط. كيفك ديالا؟ صباح الخير روبا، شو اخبارك؟ كيفك انتي؟ بتاكلي زهره؟ انا بحب الزهره، بتعرفي كيف بحبها؟ بحبها مطفيه زهره، مطفيه باللبن، بحبها كثير. زاكي المقالي مش كل الناس بعملها، مش كثير انا والمقالي بس بحب الزهره باللبن. بتحبي الزهره باللبن؟ هلا هي مشكلتها، هلا هم كثير مفيدين، هلا لما نحكي على فوائدهم قديش، حتى دراسات خاصه الاشخاص والاطباء المهتمين بالسرطان كثير عم بيطلع دراسات على علاقه هاي الاغذيه اللي هي مجموعه من الاغذيه بنقدر نحكي منها الزهره، الملفوف، البروكلي، حتى الفجل داخل منهم، هي مجموعه كثير كبيره. اول شيء لانها بتحتوي على مواد مضاده للاكسده بكميات كثير كبيره، وعلاقتها ب تقليل من أمراض السرطان وخاصة سرطان القولون كتير عم بطلع عليها دراسات، وعم نشجع أنه لأنه معظم الأشخاص ما كتير بتناولوها، احنا كتير بنركز مثلا خيار، جزر، كوسة، صح، بامية، هاي الأغذية نحاول ندخلها، خاصة يمكن الأطفال ما يحبوها مثلا بأشكال معينة، ممكن هلا بعض الأشكال خاصة آخر واحدة رح نحضرها اللي هي شوي بالبشاميل تشجع الأطفال أنه يتناولوها. أو في كمان زهرة بالعجة صح صح، في ناس بيفرمها. ما هو هذا الحلو أنه إحنا نحاول الخضروات اللي إحنا ما بنتناولها دائما والمفيدة كمان، يعني البروكلي كتير مفيد، أنه نحاول ندخله بأغذيتنا بأي شكل كان، يعني إذا كان عجة الصبح زي ما قلتي، بالفطور، بوجبات الغداء نصير ندخل مرة بالأسبوع على القليلة نوع من هاي الأغذية. حتى لو انطبخوا روبا بضلهم حافظين على الفوائد اللي فيهم. هلا الإشي اللي دائما أكتر إشي بنخسره بالفيتامينات عنا البي فيتامينز. هلا في عنا بالبروكلي في عنا مجموعة فيتامين بي، في عنا رايبوفلافين وبي 6، هدول مهمين لإنتاج الطاقة في الجسم. هلا معظم البي فيتامينز مشكلتهم إيش؟ إنهم هم يبدوبوا بالماء، فلما إحنا نسلق البروكلي أو نسلق الزهرة معظم الفيتامينات اللي بتدوب بالماء بتروح للماء اللي بنستخدمها بالسلق. فعندك حلين، يا بتسلقيها كتير خفيف، يا منحضرها على البخار، لأنه البخار يعتبر من الطرق كتير صحية، ما في التماس مباشر ما بين الخضرة والماء، بتحافظ على الفيتامينات إذا عملناها على البخار بس ما نعرضها لحرارة كتير يعني فترة طويلة. كل ما هاي قاعدة لازم نعرفها، كل ما عرضنا أكتر لحرارة وطبخ فترة طويلة كل ما خسرنا فيتامينات. طب ربا بس سؤال، هلا الزهره بس تطبخ تسلقيها شويه بروح منها هي هاي بعض الغازات؟ الغازات هلا الغازات بدك تشطفيها اكثر من مره، عمليه الغسل والشطف اكثر من مرة بروح منها، بيساعد. وكمان سلق اكيد. هلا انت لما تاخديها نيه مش زي لما تاخديها مسلوقه. هلا اصلا النيه مش كتير مفيده، او بنقدر نحكي ممكن تاثر للاشخاص اللي عندهم غده. هلا معظم هدول أنا حكيتها قبل هالمرة، الملفوف والزهرة وهيك فيهم مواد بنسميهم جويتروجنز، بتقلل من إفراز هرمون الثايروكسين اللي بتفرزه الغدة الدرقية. فالأشخاص اللي عندهم أمراض غدة درقية أو نقص إفراز بدهم يحاولوا ياخدوها بكميات قليلة، أو يحاولوا أنها تكون مطبوخة. إذا كانت انطبخت ل 30 دقيقة ممكن تقلل من الجويتروجنز الموجودة فيها. بس هيك فوائد، في عنا كتير مواد مضادة بالأكسدة، في عنا مادة بنسميها الجلوكوسينوليتس، دول اللي بيعطوا بتحسي فيهم طعم شوي مرارة فيها، بس هذا المواد المفيدة جدا. وفي عنا مادة البيتا كاروتين موجودة بالبروكلي، البيتا كاروتين اللي هو بتحول بالجسم بعدين لفيتامين A، مادة مضادة للأكسدة ممكن تحمي من كتير من الأمراض. وعندنا كمان مجموعة من الفيتامينز والمعادن، أهم المعادن في عندنا البوتاسيوم اللي هو مفيد للأشخاص المصابين بمرضى ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وعندنا الفوليك أسيد مفيد للحوامل كمان أول 3 أشهر، وفي عندنا المغنيسيوم المهم للعظام، يعني فيهم نسبة كالسيوم وفي عندنا مغنيسيوم. فالناس اللي الوقاية من الهشاشة أو بدنا ناخذ مصادر تانية لتقوية العظام ممكن نركز عليهم. كتير حلو. طيب. غير الألياف. غير الألياف. هلا شو بدك تعملي لنا إشي نعلم؟ هلا المشكلة اللي هي عم نحكي إنه الزهرة إنه دائما مقلية. هلا اللي بنقدر نعمله بنقدر نعمل أكثر من شغلة، نحاول ندخل فيها الخضرة. مثلا أنا هون سالقة البروكلي، سوري الزهرة، سالقيتها. هلا ممكن اللي ما بيعرف أي نوع لبن نستخدمه بالطبخ، أنا طابخة لبن
بتحطي بصل، بتحطي ثوم، بتحطي اللبن، بتحطي شوية نشا إذا بدك تخفقيها مع شوية مي على الخلاط، حاطة نعنع. فهاي كتير سهلة، عادة الناس بعملها مع لحمة مع جاج. الحلو إنه نحط الزهرة المسلوقة، وممكن لحالها أو إذا بدك تخليها هاي اللي بسموها مطفية، بسموها مطفية وبعدين بتقلوا شو اسمه تومة. هلا أنا ما بقلي تومة، أنا ودي أحط شوية سمنة بلدي. هلا هاي الخطوة اللي أنا ما بعملها. أنا هدول الأكلات هيك بهذا الشكل، مع لحمة، مع بتحطيها على النار كمان، بتغليها غلوة غلوتين، بتحطي فيها لحمة أو جاج مع رز. هاي أول طريقة عشان نشجع الأطفال يتناولوها. هلا في عنا احنا دائما صلصات التغميس. انت بتحبي صلصات؟ انا بحب صلصات التغميس، انا بحبهم. هلا عندنا دائما خيار وجزر وفلفل، ممكن ندخل البروكلي وممكن الزهره كمان، ممكن الزهره يعني حتى يعني بداية. بس عشان نطريهم حتى البروكلي ممكن نبخرها شويه بالزبط. هي والزهره بتبطلوا قاسين بالضبط، بتبطلوا وممكن يخفف من النفخه. يعني انا يعني نحاول دائما نحكي انه شكل بانواع الخضار بتستخدمها، استخدم خضار جديده دائما، دائما نجرب انواع جديده مفيده يعني رح تستفيد منها اكثر من الخيار والجزر يعني مش ضروري دائما السلطه اللي هي خس خيار بندوره. خس خيار بندوره نقدر ندخل فيها البروكلي، البروكلي ممكن ندخلي فيها حتى الزهره، ما في شيء ما بزبط، كل شيء بس مش متعودين احنا لسه. هي شغله كيف نتعود بالضبط، هي التعويض. يعني زي هذا الصحن ممكن انه انت قاعده شوفي قد ايه عم ناخذ فوائد بالبروكلي وقد ايش عم ناخذ فوائد بالزهره، وانت قاعده عم تسهري ولا شيء. كمان في شيء بدي اعمل اليوم هذا للاطفال، اذا نحكي الاطفال اللي ما بيحبوا الزهره. هذا عباره عن طبق صحي رح نعمله ببشاميل. في ناس بيخافوا من كلمه البشاميل. بشاميل اوكي. هلا ما دام الطبق احنا ما عم نستخدم زبده كثير، الاطباق الباقي المكونات صحيه، ممكن يكون مفيد للاشخاص اللي ما بيحبوا الزهره بطعمها العادي، وممكن يكون مفيد للاطفال او اذا عندنا مراهقين بالبيت. بنجيب اي نوع من الخبز الاسمر اوكي بهذا الشكل، راح اقطعه انا بس عشان يصير سهل علي. ليش حطيت الخبز فيه تحت؟ هلا بتصير وجبه متكامله. يعني هاي الوجبه بدون رز، بدون بطاطا، عندك نشويات، عندك خضار، اذا حابه تدخلي فيها بروتين تقدري تحطي. وكمان ما في داعي انه نقعد شو اسمه نعمل جنبها اي نوع من النشويات، وممكن تحطي فيها شو اسمه شوية بروتين وعنا جبنة، أو ممكن يكون نباتي 100%. عم نخفف الزيت، بس أنا دهنت الصينية ومنحط شوية الزيت على الخبز عشان تتحمص مع الطبق. هاي الأكلة جديدة تعلمها. هلا هاي مش كل الناس بعرفها، ما أظن بعرفوها يعني، بس هي طريقة جديدة ندخل فيها الزهرة والبروكلي. يعني نقدر نحط الزهرة والبروكلي بالبشاميل مع بعض، مش ضروري إذا حابة. طبعا ممكن، بس أنا إنه عشان الزهرة قليل ما ناس يقعد يعمل زهرة مخبوزة أو أي شيء. ممكن ناس يعملها صينية خضار، في ناس بيحبوا يعملوا صواني خضار. هدول ما نضيعهم، هدول كتير نعمل فيهم هدول. قطعيهم حمصيهم وعلى الفتوش أو دب بصير على الفتوش. صحيح على الفتوش حمصهم تحميص. يعني في عم بكتشف انه لما تعمل الفتوش اطيب تعمليهم مشوي الخبز محمص أزكى من المقلي. المقلي بيعطيك الطعمه هاي دائما. ما بعرف انا يعني كثير مرات حتى انا بعمل الـ 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 السمك، في ناس مثلا سمك لازم نغطسه وهيك نقلي، انا بقطعه زي المكعب بالطول مستطيلات، بغطسه بالبيض وشويه قرشله وبخبزه على الفرن. هذا مش صحيح هيك وهيك. ما عم بقلي. لا صح عادي. لا هي كمان طبعا بس هيك حبيت استفزك. لا هاي الزهره مسلوقه زي اللي استعملناها قبل. عم بحطها هلا بيناتهم، تقدري اذا بتحطي تركي على بالك، او اذا حابه تحطي جاج قطع صغيره مسلوقه، او حابه تحطي لحمه يمكن ما تطلع كثير زاكي، يمكن بتخيل لا خليها هيك، او فيجيتيريان اوكي خليها للناس الفيجيتيريان اوكي. بهذا الشكل بنحط الزهره. هلا بالنسبه للبشاميل، والناس البشاميل عندنا عقده عند الناس انه هلا بدك تعملي لنا بشاميل. رح نعمل شيء سريع اوكي. هلا ممكن زبده كميات قليله، احنا قلت مثلا ممكن بكميات قليله او ممكن زيت. هلا اذا حطينا معلقتين زيت فقط على البشاميل ورح نحط هاي رح ناخذها، بس بدي اخذ رح احط معلقتين طحين. هلا في ناس بيحضروا البشاميل انه الحليب بندار مره واحده، انا بحب عشان ما يصير في عندنا اي كباتيل او اي شيء نحطهم. هي الزيت بنحميه، راح احط
معلقتين على البارد. عم على البارد رح احط معلقتين طحين، اوكي، ورح نحركهم، اوكي، وبعدين بدنا ندير عليهم الحليب. ما بتاخذ وقت. هلا اذا عملتيها صح ما في مشكله، بيطلع الطعم نفسه مع الزيت لانه هو اللي بجيب البشاميل الزبده. هلا هي تعود. هلا اذا بدك تستعمل الزبده، انا مش ضد الزبده بكميات قليلة. مع قليله ومعقوله، عرفتي، مش ضدها بكميات معقوله. اوكي، رح هي تحمصت شوي مع الهاي، رح اقيمها عن بس تحمل شوي الطنجره، ورح نحط الحليب شوي شوي تقريبا نص لتر، ونحط طبعا رح احط شويه ملح عليه، اوكي، وممكن تنكهيها انت اذا حابه تحطي شويه فلفل، اي شيء بدك اياه، اوكي. هلا رح اقيمها ونحطها شوي شوي. هلا هاي الاطباق خاصه للاطفال، الاطفال بحبوا البشاميل وبحبوا هاي الاطباق، بس احنا نحاول الاطباق اللي احنا اوريدي بنحبها دائما ندخلها بطرق صحيه اكثر. هي هاي الاساس، كيف انت تدخليها بطريقه صحيه اكثر، عشان مش دائما بدنا زبده واشياء ثانيه. رح نحركها كثير مزبوط. في عندي هاي، هاي اسهل، اوكي، بنضلنا نحركها كثير منيح لحد ما تتجانس عشان ما يصير في كبتير. فغير انه نسبه الالياف ديالها بهاي الاطباق، انه احنا بنحكي دائما الالياف مفيده واحنا لازم ناخذها، لانه كمان الالياف بكميات كثير كبيره بتقلل من كثير من الامراض، الاشخاص اللي حابين ينحفوا بتقلل من السمنه. فنحاول ندخلها، وهي الـ كمان حتى ممكن تفرزيهم، يعني البروكلي والزهره سهل، لانه مرات احنا المسلوقه، بدي اركز على شغله، انه بالغاز بالثلاجه قصدي بعد ما تسلقيها ما بيصير تضلها اكثر من يوم، دغري بتخسر فوائد وبتبطل. طيب اذا بدنا نغسلها نسلقها نقدر نفرزها؟ ايه بتقدري تفرزيها، بس بعد ما تنسلق ولا عنية؟ تسلقيها دقيقه دقيقتين، اللي هي عمليه السلق، اللي احنا بنقدر نحكي اللي بنسميها عمليه البلانشنج بالتغذيه، عشان نقضي على او نعمل ديستركشن، نتلف الانزيمات اللي بتغير باللون. ولا إشي هذا الطبق. هلا بنضلنا نحرك البشاميل بهاي الطريقه لحد ما يجمد ويسخن، وبعدين بنحطه عليها، وممكن تحطي شوية جبنة بصفي. عنا كالسيوم، عنا مغنيسيوم موجود من الزهرة، وفي عنا الألياف المفيدة، في عنا المواد المضادة للأكسدة، وعندك النشويات، ودائما ندمجهم بهاي الأطباق. دائما أنا بفضل يكون في عنا نوع من الخضار، يعني غير الخضار الموجودة كمان صحن سلطة. ولع الفرن بدك، يلا من ولع بالفرن هي؟ لا هي بدها وقت، بدها نص ساعة. كتير منيح. على الفقرة الثانية. بتاكليها على الفقرة الثانية. طبعا انا مش مكتر ملح، دائما بنحاول نشجع انه الملح قد ما يكون قليل باطباقنا. ايش كيف بتاكلي زهره كمان اشياء ثانيه؟ هيك اعلى شيء ولا هيك اوطى شيء؟ هيك اعلى شيء. بحب مقلوبه زهره. مقلوبه زهره هلا يعني. في ناس كمان هلا احنا بنعرفها زهره مقليه ومقلوبه زهره، بحطوا معها جزر وبازيلا وقطر. ايه اوكي بس هي هيك انا باكلها. بتضايقك ولا لا؟ عجه كثير بتقدري تدخليها باطباقنا كمان. فالبروكلي بحبه كثير، انا زي بحبه البروكلي مسلوق مع الدجاج او الستيك او شيء، بحبه كثير. البروكلي كتير. مع دجاج مع صويا، بس مع انا بسلقه وبحط عليه الزبده. انت في عندك مشكله مع الزبده دي؟ على الزبده كثير مشكله. انت مفضله خبزه وزبده؟ عن جد؟ اوف، كل يوم الصبح؟ لا لما هيك جعبالك بتخبصي روحي. اوكي. بس بحبها كثير. بحب الزبده. اوكي. بحب اقلي البيض بالزبده. بحب الزبده على الخضره المسلوقه. اوكي، هذا كله زبده. انا كله زبده. كله زبده. زبده طيبه. هلا هي زبده فيها فيتامين اي وفيتامين دي، يعني ما بنقدر نحكي عنها انها مش مفيده، هي بس الاعتراض على نسبه الدهون اللي فيها، بس كل شيء بالعقل. بيقولوا لي انهي، قلت لهم لا. لا خلص بدنا نضلنا نحكي عنها. طيب خلص البشاميل. anyway. لا بنخلص. بنخلص اذا هي بدها وقت، اذا بدنا ننهي هي بنحطها هيك، بنحط عليها جبنه، وعندنا جبنه بقدر احط جبنه شوي تحت. تحت وفوق ولا كله تحت؟ لا فوق احلى عشان تطلع تتحمر على هاي، وبعدين بنحط البشاميل وفوق بالجبنه وتركيها بالفرن، وهيك بصير عندنا الزهره بطريقه جديده. بصير عندنا اكله صحيه. اكله صحيه مدخل فيها زهره، حكينا زهره باللبن، زهره كدب، زهره مشويه مع الخضره الثانيه، عجه وعجه، وزهره مع وزهره بشاميل، وزهره عجه. هاي بدأت عجه ولا عجه؟ انا بحكي عجه، انت بتحكي عجه، انا عجة. اول مره بسمع عجه. طيب ما علينا، مش رح نختلف. شكرا ربا. اهلا اهلا ديالا، بكمل لك اياها تحت الهواء. اوكي، سلام عليكي. مكملين معكم، حنكون مع رندا بعد الفاصل.